كنا عمل الإيماني قوي، لكن أهم حاجة بيبقى كلنا سبع بعض، خمس بعض. فكانت المسلمين كده زي كده، لا كل واحد عنده موقف وعنده شوفة، فرق بيعرف في ده فرق بين في ناس عملت أكثر من ده عمل، وناس أكثر من ده عمل، كلهم كده عمل. أنا بس كلهم أبطال كلهم موجودين، كلهم بيتحركوا كلهم مبسوطين، كلهم شافوا مرضى كلهم موجودين، بالرغم من أن أنت جاي وبيكمل. ده شيء عظيم أوي، دي أهم رسالة في الحياة. أنا برضه كل الناس اللي بتشتغل في كذا، والله في العلوم، وكل الناس اللي كانوا حواليا، كل الناس اللي كانوا معايا برضه في الكورس المعلمين زي ما هو يعني أنا عارف. بس وكمان في كل شيء، صف أخر فيلم من الناس اللي بتشتغل. Thank you.